ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد أحمد أبو هزين. بداية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم. شكرا. في البداية أستاذ أحمد، طبعا حضرتك صاحب مطعم مصر حطب وبالتحديد في مدينة الصاد. نعم. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحمد أبو هزين، تخرجت اقتصاد من الجامعة الأردنية. حاولت كثير أن أبحث عن طرق عمل بتخصصي، لكن للأسف موضوع الوظائف كثير قليل. اتجهت لأكثر من فكرة وحاولت، لكن الحمد لله بالأخير رسيت على فكرة معينة اللي هو دجاج الشواي المشوي على الحطب، فقط على الحطب. فكرة جديدة بالأردن ومميزة وما انعملت أتوقع قبل هيك بالأردن، فقط على الحطب. نعم. ليس على الفحم ولا على الغاز. نعم. بس تحكي لي شوي أكثر عن بداياتك بهذا المجال، أنت ليش بالتحديد اخترت هاي الفكرة؟ صراحة كنت بزيارة بالسعودية، وبالسعودية كثير بحبوا أكل الشواي والرز بشكل عام، وإحنا بصراحة بالسلط والمناطق يعني مش شعبية، يعني شوي بحبوا الأكلات هاي مثل الرز الجاج، غير عن أهل عمان يمكن شوي. فشفت هناك الموضوع الجاج منتشر كثير، وشفت مطعم كان بعمل هاي الفكرة جاج الشواي على الحطب. حاولت كثير إني أعرف كيف الطريقة، كيف ممكن أحصل هاي الشواي عندنا بالأردن. واجهت شوية صعوبات، مش شوية يعني تقدر تقول كثير، لكن بالأخير الحمد لله توصلت للمصدر. المصدر كان بمصر، زرت مصر وشفت الشواي بعيني قبل ما أجيبها، حبيت فكرتها كثير وكنت متأكد من نجاحها لأنها هي فكرة جديدة ومميزة، وأنا زي قد ما أنا حبيتها شخصيا عرفت إن الناس راح تحبها، لأنه بصراحة اللي بترضى لحالك أكيد بترضى للناس، واللي بتشوفه إشي منيح أنت بعينك أكيد الناس راح تشوفها إشي كويس بعينها. نعم. شو الأكلات والأصناف اللي أنتوا عم بتقدموها عندكم بمصر الحطب؟ إحنا بنقدم دجاج الشواي على الحطب، طبعاً دجاجنا مميز إنه بقعد 4 ساعات على الشواي لما يستوي، بتنكه كثير منيح، بأخذ طعم الحطب. دجاجنا كثير حجمه منيح مقارنة بسعره. بنقدم دجاج التركي على الفحم، بنقدم 3 أنواع رز، الكبسة، المندي، الزرب. نقدم جميع أنواع المشاوي كلها بلدية، عندنا جميع أنواع السندويشات اللي تخص المشاوي مثل الشيش، العرايس، سندويشات الشقق وسندويشات الكباب. نعم. شو أكثر إشي بيميزكم عن المطاعم الثانية؟ بصراحة إنه شويتنا فقط على الحطب، وما في مطعم يمكن بتوقع أو متأكد بالأردن بعمل شوي فقط على الحطب، ما عندي فحم وما عندي غاز. نعم. يعني شويتنا اللي بميزها أنا حطب، زي ما قلت لك تقعد 4 ساعات الدجاجة لما تستوي على الحطب. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ صراحة إن شاء الله يعني أنا هدفي وحلمي من فتحة المشروع أول إشي إني أحس حالي إني بنتج. ربنا خلقنا بالأرض عشان نسعى وتكون إلك وظيفة بالأرض اللي يعني تساعد أي الناس بأي طريقة ممكن، واحد بأي مجال يقدر يساعد. نعم. حاب لقدام إن شاء الله بإذن الله أوسع مشروعي، أوظف أكثر عدد ممكن من الشباب، أساعد أولاد مدينتي أهل السلط، أحاول أكون أتميز إنه أنا ما بدي الخير يكون بس إلي، بدي أحاول إني أساعد الجميع من الموظفين، من إن شاء الله بإذن الله لقدام. وأنا حاب الفكرة هاي الأيتام، أصحاب الاحتياجات، عمال النظافة، كلهم راح يكون لهم بإذن الله أكل شبه مجانا بالمطعم. وراح نتميز موضوع ثاني إنه موظفينا يكونوا من أهل الصلب بإذن الله بالفرع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. شو هي المشاكل والمعوقات اللي أنتوا عم بتواجهوها بمجال المطاعم؟ والله الصراحة ستي إحنا فتحنا بصراحة للأسف بذروة إنه ما في دجاج بالبلد كان مقطوع شبه كليا، يعني كانوا محتكرينه أصحاب المطاعم الكبيرة. المطاعم الجديدة الناشئة كان أغلب الشركات وصلنا معهم كلهم بدهم إيانا نأخذ كميات كثير كبيرة عشان يعطونا، وبالبداية واجهت صعوبة كثير قوية من هذا الموضوع. لكن الحمد لله رب العالمين، الواحد اللي بدور وبسعى بحل أموره، يعني هاي شبه الموضوع الصعوبة والأمور كلها كويسة كانت الحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى الجانب الوطني، لو قدر عليك والتقيت بجلالة الملك عبدالله الثاني ماذا ستقول له؟ أول شيء أنا بتشرف جلالة سيدنا وبتمنى يزور مطعمنا. مطعمنا فكرة شباب بحت، شباب ما وصلوا لسه 27 من عمرهم. شريكي بشار الزعبي، يعني أنا بتشرف جلال سيدنا إنه يشرفنا على المطعم، يشوف شغلنا، ديكورنا، التعب المجهود اللي عملناه لما وصلنا للمرحلة هاي. طبعاً جلال سيدنا طول عمره بدعم الشباب وبمدح بالشباب، وإن شاء الله يا رب إنه نتشرف بزيارته، وأهلا وسهلا فيه بالسلط بيته الثاني طبعاً. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة، فحضرتك لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أول إشي بحب أترحم مع أخوي عمر الله يرحمه. الله عليه. من أقوى الملهمين إلي،
طبعا امي هي الداعم الاساسي بكل شيء، وهي اللي بتمنحني القوه وبتعطيني القوه بالعطاء، ولزوجتي ولكل اللي وقف معي الحمد لله رب العالمين. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع مستر حاتم؟ تحكي لي موقعكم وطرق التواصل. موقعنا بالسلط طلوع الخرابشه بعد جامعه عمان الاهليه تقريبا 500 متر جنب عابدين هوم للادوات المنزليه، منطقه اسمها طلوع الخرابشه. لنا صفحات على السوشيال ميديا طبعا، مطعم مستر حطب موجود عليها المنيو كامل، موجود عليها الموقع ورقم التواصل، وبتشرفونا باي وقت اهلا وسهلا فيكم. كلك سو. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر السيد احمد ابو هزيم على حسن استضافته لنا، وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشنا استاذ احمد. الله يسعدك يا رب. كلك سو.